نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام. بالنسبة للموازنة للعام 21، يعني الشيء المميز والملفت للنظر والمستغرب بها أنه الرقم الكبير المطلوب للإنفاق اللي هو 150 تريليون. إذا عقدنا مقارنة بسيطة بينها وبين مثلا سنة 2000 الإنفاق الفعلي، معدل الإنفاق الفعلي اللي هاي البيانات اللي أصدرت من دائرة المحاسبة في وزارة المالية، أنه كان المبلغ 67 تريليون وكسر. بال 2017 كان 75 وكسر. بال 2018 أعتقد 80.8 تريليون. 2019 مو موجودة البيانات. 2020 إذا نقيس هاي القياس الأخير أنه 72 تريليون. فتجينا 2021 بمبلغ 150 تريليون، رقم مبالغ به ومستغرب، يعني ما أعرف عليها أساس تم قياس هذا الأمر. الأمر الآخر أنه وجود ضرائب، ووجود ضرائب على المشتقات، رفع أسعار المشتقات النفطية، ورفع سعر الصرف هذا اللي 1450 إلى تأثير اقتصادي سيء على المجتمع بصورة عامة. يعني حتى لو نقول أنه الطبقات الفقيرة اللي ذوي الدخل المحدود اللي أقل من 500 ما راح ينشملون بالتخفيض أو قطع الرواتب أو المخصصات من هذا القبيل، لكن هو بالأساس أنه قيمة الراتب مالته اللي 500 ألف هي يعني انخفضت بكل كقدرة شرائية إلى الخمس، يعني خمس من عدها يعني راح كأنما، يعني لأن الأسواق ككل راح تلتهب أسعارها وتتغير، وشفنا هذا الصعود بمختلف المجالات، خصوصا إحنا البلد يعني يعتمد على الاستيراد بأغلب القطاعات، يعني ما عندنا أنه فتشي منتج محلي إلا ما ندر. فيعني هذا وضع الموازنة بهيك رقم أكيد راح تخلينا أي واحد يقرأها راح يقول أنه نحتاج إلى اقتراض، نحتاج إلى تمويل، لكن بالحقيقة هو الرقم مبالغ به. وبالمقابل إحنا نقدر نضغط النفقات، نقدر نقلل الإنفاق، نقدر نقلل يعني ترشيق حكومي يصير حتى تصير الموازنة متقاربة. العجز بها إذا أكو صار عجز يعني فيكون قليل. فأعتقد أنه نحتاج إحنا بحدود 80-85 إلى 90 تريليون كلش كافي وتمشي الأمور. فما نحتاج نلجأ إلى هذه الإجراءات اللي ذكرتها قبل قليل، اللي من عندها رفع سعر الدولار وفرض ضرائب على الموظفين وقطع بالمخصصات، لأن هاي يعني المواطن البسيط شنو ذنبه؟ احنا نأيد أنه تخفيض الدرجات العليا رواتبه، بل أنه نطلب أكثر من هذا من 30 أو 40%. هاي بإمكانه أنه يمشي أموره، لكن الطبقات الفقيرة اللي هي راح تنضرب هاي الإجراءات، هذا الشيء اللي يعني ملاحظاتي على هاي الموازنة. نعم، طبعا اكيد راح تكون نقاشات مستفيضه بهاي الموازنه. تعرف يا قانون اداره الدوله لمده سنه ومده عام كامل، وهي مو بالضروره احنا نوافق على هاي، بل اكو ابواب اللي ذكرتها لك يعني اعتقد وجاي اشوف انه اغلب النواب عندهم رفض هاي القرارات او هاي الاضافات الجديده. وعندنا مثال سابق اللي قبل كم شهر، شهرين ثلاثه، قانون الاقتراض، قانون تمويل العجز المالي، كان اكو رفض من اغلب النواب، فكان المبلغ المطلوب 41 تريليون، احنا وافقنا على 12، يعني تقريبا وافقنا على ربع المبلغ. اللي نشوفه انه هذا صحيح، ولانه يخدم الكل بدون ضرر على الطبقات الفقيره، قلت لك ان شاء الله هو هذا اللي راح يمشي ان شاء الله. يعني الشيء الاساسي حتى نوصل الى اتفاق واضح وشفاف بدون حلول ترقيعية ونوصل إلى حلول جذرية، هو أن يكون الاتفاق بالأرقام، يعني تصير أكو مكاشفة، أكو ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية بالأقليم، يكون أكو تبادل أرقام وتبادل وثائق، يعني حتى تكون أنه كل واحد يعرف الإلي والعلي. أفضل من هالطريقة هاي اللي مجرد أرقام افتراضية وبالإعلام رقم يصعد رقم ينزل بدون دليل. فتصير قلت لك المكاشفة والوثائق تعرض وتتبادل ما بين الطرفين، عند ذلك كل ياخذ كل ذي حق حقه. احنا شو نريد؟ احنا نريد العدالة،
لجميع أبناء الشعب العراقي، توزيع الثروات لكل أبناء الشعب العراقي حسب الكثافة السكانية وحسب المحرومية. احنا نريد نوصل للعدالة، ما نريد أنه لا نظلم هاي الجهة أو هاي الجهة الثانية. مثل ما قلت لك، الغرض أنه الكل ما يريد أي واحد يشعر بالغبن. لا طبعا هذا مو صحيح. خيانة شنو؟ هم ذولا مواطنين، وذولا مواطنين كلهم أبناء وطن واحد وشعب واحد. ولكن اكو خلافات سياسيه، اكو هسه يعني اكو وجهات نظر مختلفه. يكون كل هاي الامور السياسيه تصير بمعزل عن 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 قوت المواطنين. خلي المواطن البسيط اللي عايش بس على 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 قدر يومه، عيشته اليوميه، هذا يكون نبعد عن هاي الخلافات، يكون هذا توصل له مستحقاته بصوره صحيحه. وبعدين السياسيين خلي يختلفون على حصص، على احزاب، على 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 مختلف التوجهات. قلت لك هذا مو صحيح. يفترض انه احنا ننظر للكل بعين العداله وعين المساواه ما بين الجميع، لان الكل سواسية داخل هذا الوطن، وكل واحد له حق. وبالدستور العراقي انه النفط او واردات العراق بصوره هي ملك الشعب العراقي. ما فرق ما بين اقليم او 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 جنوب. لكن احنا قلت لك ما نريد جهه تبغي على جهه ثانيه، ما نريد حق 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 هنا يضيع او هنا جهه ثانيه تشعر بالظلم. نريد نوزع التوزيع عادل للثروات على جميع ابناء الشعب العراقي بدون تفرقه.